الرابع عشر ينطلق على بركة الله وحفظه، وانطلاقة سليمة وانطلاقة موفقة، وسبعة وعشرين مشارك وسبعة وعشرين شعار تتنافس في هذا الشوط الذي انطلق في هذه اللحظات. كل المضمرين، كل الملاك، كل المتابعين وبالأخص المشاركين يتمنون المركز الأول ولا غيره. مقدمة الشوط أيها الأخوة الكرام الحاصل لمحمد بن عبد الله بن عريج يحتل الحاصل مقدمة الشوط وينفرد، وانفرادته ممتازة للغاية ويلي الحاصل في المركز الثاني في هذه اللحظات. الساعي يسعى، الساعي لانتزاع مركز متقدم ووضع موطئ قدم مع هؤلاء المضمرين العمالقة، لتعود ملكية الساعي لصالح بن علي بن عبده المري. يا سلام، مالك الساعي المعروف الفائز باللقاية في التسعيرة في عام من أعوامنا الماضية، ولكن تسلل من مصيحان عبد العزيز بن سالم، أتوقع بن مسعود، كأنه شعار بن مسعود. عموما على كل حال هو دون وسجل باسم عبد العزيز بن سالم المري، وأنا ملتزم التزام بالكشف الذي أمامي. النقلة والدور، دور المركز الثالث يصل بديع إبداح بن حمد بن شينان الهاجري، ونقله إلى من يتسلل ويدخل على خط المركز الثالث في هذه اللحظات، ضبيان حسن بن عبد الله بن حسن المري. وخامس المراكز، خامس المراكز صوغان عبد الله بن علي الشهواني، وعودة إلى الحاصل. يا سلام يا الحاصل، يا سلام يا الحاصل، يحصل على المركز الأول وعلى الناموس وعلى التفوق، وانطلاقة حديدية وانطلاقة فولاذية وانطلاقة صاروخية. ما شاء الله تبارك الله على هذا التقدم الملموس، ولكن الخوف يا أخوي، الخوف 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 الخوف، والتسلل أيها الأخوة الكرام، التسلل من مصيحان عبد العزيز بن سالم المري، غير مصيحان. يا سلام يا مصيحان، يا سلام. إذن إبداح لمن؟ حمد بن جابر بن حمد بن سالم بن مسعود يحتل مقدمة الشوط. يا سلام، أم صيحان لحمد بن سالم بن مسعود، وصلتني المعلومة، ولكن هو سجل باسم عبد العزيز. عموما على كل حال تهانينا والناموس لمالك لمالك أم صيحان حمد بن سالم بن مسعود. وبالفعل أنا أعرف شعار بن مسعود يصل إلى خط النهاية، يصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني ضبيان حسن بن عبد الله بن حسن المري. المركز الثالث 25 السيف جابر بن علي بن جرحب المري. المركز الرابع 6 صوان